القرآن كتاب يكون الأمة، كتاب الأبدي القرآن يا القرآن، The Holy القرآن guides our community. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang berbahagia Tansri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, para qari dan qariah, rakan-rakan media, sidang penonton, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin sekalian. Sayyidati, anisati, sadati, duyufana al-ajilla wa hudurana al-kiram, as'adallahu awqatakum bikulli khair. مرة أخرى نحييكم ونرحب بكم جميعا في الليلة الخامسة من ليالي الاحتفال المالز الدولي 62 بتلاوة القرآن الكريم وحفظه لعام 44,400 من الهجرة الموافق عام 22,200 من الميلاد، المنعقد بقاعة الجلسة العامة بمركز كوالالمبور للمؤتمرات بالعاصمة كوالالمبور ماليزيا. Yang akan memperdengarkan bacaan dari surah An-Nisa bermula ayat 142. أيها السادة الكرام، ما زلنا نواصل فعالية الاحتفال المالز الدولي 62 بتلاوة القرآن الكريم، بحيث يتلو الآن المشارك الثامن لهذه الليلة ما يتيسر له من سورة النساء ابتداء من الآية 42. فليتفضل مأجورا. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Manjur Ahmed, India. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا
أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا إن الذين يكفرون
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Demikian tadi tuan-tuan dan puan-puan bacaan oleh Encik Manzur Ahmad mewakili negara India. Wa hakadha ayyuhas sayyidat wassadatul a'izza laqad istama'na qabla qalilin ila tilawatil atira li ayatillahil muhkamat talaha alayna alqari'ul musharikul akhiru li hadhihi al-layla wa huwa sayyid Manzur Ahmad min jumhuriyatil Hind.